ازيكم؟ معاكم الشيف بطوطة. النهاردة بقى هنعمل خبز عربي جميل سهل جدا، هتحبوه من غير فرن. وشايفين العيش طالع معانا عامل ازاي؟ حلو جدا. احنا كنا قدمناه قبل كده عاملين بيه السندوتشات مع الفيديو بتاع الطعمية، وقلت لكم انا هنزل لكم ازاي طريقة العيش. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناة بسرعة يشترك علشان لسه في وصفات كتيرة مع الشيف بطوطة. ويلا بينا نشوف الوصفة مع بعض. أول حاجة عندنا نص كيلو دقيق خاص بالمخبوزات، تمام. عندنا بقى معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة سكر، ربع معلقة صغيرة محسن خبز، ومعلقة صغيرة خميرة. قلبهم كده. وعندنا كوباية لبن ساقع من التلاجة، ونعجن كويس ونكمل العجن بمية. كده بعد ما عجننا العجينة بتاعتنا، العجينة فيها تلزيقة خفيفة، هندهن بقى ايدنا زيت كده ونلم العجينة بتاعتنا. وهنغطيها ونسيبها لمدة نص ساعة. بعد ما سيبنا العجينة بتاعتنا لمدة نص ساعة، بسم الله الرحمن الرحيم، ادنا زيت، بسم الله، ونلفها كده. ونلفها كده ونسيبها لمدة نص ساعة كمان. بعد ما سيبنا العجينة تخمر للمرة التانية، هنبتدي بقى نقسمها، بسم الله الرحمن الرحيم، لكور حجم الكورة من 65 لـ70 جرام. بعد ما شكلنا العجينة بتاعتنا كلها الكور، هنغطيها ونسيبها تريح لمدة تلت ساعة ونرجع نفردها مع بعض. بعد ما سيبنا الكور العيش بتاعتنا تخمر للمرة التالتة، هنبتدي بقى بسم الله الرحمن الرحيم، هنرش كده دقيق. ونفرد بالنشابة.
في طاسة سخنه جدا على النار، ونحط العيش بتاعنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما يتشمع معانا نقلبه على الناحيه التانيه، بخت ميه ادي العيش بتاعنا بعد ما خلص. بصوا ما شاء الله، بصوا العيش عامل ازاي، طري جدا وجميل. ان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعجبكم. ما تنسوش لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناة بسرعة يشترك علشان لسه في وصفات كتيرة مع شيف بطوطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.